أما طريقة التحميل للتكاليف الصناعية غير المباشرة فلدينا عدة أساليب. في الحالة الأولى يتم ربط التكاليف الصناعة غير المباشرة بالزمن، بمعنى أن يتم تحديد التكاليف غير المباشرة الإجمالية المقدرة للفترة القادمة بناء على دراسة الماضي وتقدير المبيعات القادمة، ومن ثم تحديد ساعات العمل المباشر المقدرة لذلك الحجم من الإنتاج، ومن ثم يتم تحديد معدل تحميل لتلك التكاليف، وذلك بقسمة إجمالي التكاليف غير المباشرة على إجمالي الساعات المقدرة، ساعات العمل المباشر المقدرة للفترة القادمة. إذا معدل ساعات العمل المباشر يساوي التكاليف غير المباشرة التقديرية بقسمتها على ساعات العمل المباشر التقديري. الحالة الثانية تستخدم عندما يكون الإنتاج المنشأة نمطي ومتجانس. عندما يكون الإنتاج نمطي ومتجانس ومتشابه مع بعضه البعض، يتم تحديد أو وضع معدل للتحميل وفق وحدات الإنتاج بقسمة التكاليف غير المباشرة التقديرية على كميات الإنتاج. لماذا على كميات الإنتاج؟ لأن الإنتاج هنا متشابه مع بعضه البعض، فكل وحدة ستأخذ قدرا متساويا مع المنتج الآخر. في الحالة الأولى قسمنا على الساعات، لأن كل منتج قد يستغرق ساعات تختلف عن في للأمر الإنتاجي من أمر إلى أمر آخر، فبعدد الساعات المستغرقة في إنجاز الأمر يحمل بالتكاليف غير المباشرة. أما في حالة ما إذا كان الإنتاج نمطي ومتشابه فيتم القسمة على كمية الإنتاج وبشكل أكثر عدالة. الحالة الثالثة تستخدم عندما يتأثر حجم التكاليف بعدد ساعات تشغيل الآلات. يعني في الحالة الأولى وخصوصا في الحالة الأولى عندما يكون العمل يدوي نستخدم ساعات العمل المباشر، أما إذا كان حجم التكاليف غير المباشرة يرتبط بساعات تشغيل الآلات على سبيل المثال، لأن تشغيل الآلات يرتبط بها إهلاك الآلات، صيانة الآلات، الطاقة الكهربائية التي تشغل الآلات، فحجم تكاليف الصناعة غير المباشرة هنا بيكون كبير جدا، فيرتبط حجمها بساعات تشغيل الآلات، فيتم تحديد أو وضع معدل بقسمة التكاليف غير المباشرة على عدد ساعات تشغيل الآلات. ويتم تحديد نصيب الأمر الإنتاجي بضرب معدل التحميل في عدد الساعات أو في وحدات الإنتاج خصوصا في الحالة الثانية. إذا معدل التحميل يتم ضربه في ساعات العمل المباشر أو ساعات تشغيل الآلات. الحالة الرابعة أن يتم ربط التكاليف الصناعية غير المباشرة بنسبة معينة من المواد المباشرة أو الأجور المباشرة أو كليهما، أي تمثل التكلفة الأولية. فبناء على الماضي على السنوات السابقة نجد مثلا من دراسة البيانات الماضية أن التكاليف الصناعية غير المباشرة يعني عادة قد تكون بنسبة 30-40-20-25% من المواد المباشرة أو من الأجور أو من المواد مع الأجور. فهذا يعني فهذا الأسلوب أيضا يساعد على تحديد وربط التكاليف للمستقبل. فعند تحديد تكلفة أمر إنتاجي معين يتم احتساب مثلا المواد المباشرة ثم يتم إضافة تكاليف صناعة غير مباشرة بنسبة من تلك المواد بناء مثل ما ذكرنا على البيانات الماضية. طيب سواء استخدمنا الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة سيظهر لدينا لابد أن يظهر لدينا فوارق أو فروق في التحميل. هذه فروق التحميل تنشأ بإجراء مقارنة ما بين الفعلي والتقديري، ينشأ لدينا وجود فروق تحميل. ما مصير هذه الفروق وكيف تنشأ؟ مثل ما ذكرنا لدينا حسابين للتكاليف الصناعة غير المباشرة. التكاليف الصناعة غير المباشرة الفعلية يتم احتسابها مدينة في وقت حدوثها، لأن حدوثها حدوث فعلي وهي مدينة، فجميع المصاريف مدينة، يتم احتسابها في الجانب المدين من حساب التكاليف الصناعة غير المباشرة الفعلية إلى حساب الصندوق مثلا، إلى حساب الإهلاك، إلى حساب المصروف، إلى حساب إلى آخره. فبمجرد حدوث التكلفة أو احتسابها أو دفعها يتم تحميلها على الجانب الأيمن من الحساب. أما التكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة فتكون دائنة، ففي الجانب الأيمن يتم تحميل الأمر الإنتاجي أو المرحلة الإنتاجية، وفي الجانب الدائن لأن حساب التكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة هو حساب وسيط إلى أن يتم احتساب التكاليف الفعلية، فيكون في الجانب الدائن. إذا من حساب
مراقبة الأمر الإنتاجي إلى حساب مراقبة التكاليف السنوية غير المباشرة المقدرة أو المحملة أو المستوعبة في الجانب الدائن. يتم تجميع الجانب الدائن للحسابات المقدرة إلى نهاية الفترة، ويتم تجميع الحسابات المدينة للتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية في الجانب المدين، وفي نهاية الفترة يتم إكفال المدين في الدائن، أي حساب التكاليف المقدرة الدائنة في الحساب في التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المدينة، وبالتالي يكفل الحسابان. وفي غالب الأمر أن الحسابان أو أن الحسابين لا يتساويان، لا بد أن يوجد هناك فروق تحميل. هذه الفروق قد تكون مدينة وقد تكون دائنة، فكيف يمكن التصرف فيها؟ إذا معالجة فروقات التحميل، مثل ما ذكرنا يتم إكفال فروقات التحميل بالزيادة أو النقص. هذه الفروقات يتم إكفالها إذا كانت تمثل فروق جوهرية يعني كبيرة، يتم تحميل الإنتاج بها لأنها جزء من العملية الإنتاجية حتى يظهر ربحية وخسارة كل أمر إنتاجي. أما إذا كانت بسيطة، فروق ليست جوهرية، فيتم إكفالها في حساب الأرباح والخسائر. ويمكن تحديد فروق التحميل كما يلي: مثل ما ذكرنا يتم إجراء مقارنة ما بين التكاليف المقدرة مع التكاليف الفعلية. يحدث لدينا فروق تحميل، قد تكون فروق التحميل بالعجز أو بالزيادة، يعني بالعجز يعني نحن حملنا تكاليف أقل مما دفعناه فعليا أو احتسبناه فعليا، بالزيادة إذا كنا قدرنا تكاليف غير مباشرة أكبر من التكاليف الفعلية، وقد يحدث أن تتساوى وهذه نادرة الحدوث. طبعا إذا كانت التكاليف غير المباشرة التقديرية أكبر من التكاليف غير المباشرة الفعلية، فهذا يعني وجود فرق تحميل بالزيادة، بمعنى أن التكاليف إذا كانت التكاليف أكبر يعني نحن قدرنا تكاليف أكثر من التكاليف الفعلية، معانا فرق تحميل الزيادة. ما هو الحل؟ يتم تخفيض مبلغ الزيادة من تكلفة الأمر الإنتاجي، واعتبار الزيادة إيراد، وبالتالي تكفل في الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالتكاليف. أما إذا كانت التكاليف غير المباشرة المقدرة أقل، معنى ذلك لدينا عجز في التحميل، ويعالج العجز محاسبيا بإحدى الطرق التالية: أولا، تحميل مبلغ العجز على تكلفة الأمر الإنتاجي، لأن الأمر الإنتاجي حمل بتكاليف أقل من الواقع. اثنين، اعتبار عجز مصروف ويحمل على حساب الأرباح والخسائر. طيب، المعالجة المحاسبية، كيف تتم المعالجة المحاسبية في من ناحية القيود اليومية في الخاصة بالنظام الأوامر؟ لدينا مجموعة من الحسابات، أولها حساب الإنتاج تحت التشغيل. يحمل هذا الحساب بتكاليف عناصر التكاليف المختلفة، فمثلا لدينا أولا مثلا المواد، فيتم تحميل الأمر الإنتاجي بتكلفة المواد من حساب الأمر الإنتاجي مراقبة الإنتاج تحت التشغيل أو الأمر الإنتاجي إلى حساب مراقبة مخازن المواد. هذا في حالة تحميل الأمر الإنتاجي بتكلفة عنصر المواد. طيب، لو ارتجعت كمية من المواد المصروفة للأمر الإنتاجي وعادت إلى المخازن، يتم عمل قيد عكسي. طيب، العنصر الثاني الأجور، ففي الأجور أيضا يتم تحميل الأمر الإنتاجي من حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل أو مراقبة الأمر الإنتاجي إلى حساب مراقبة الأجور. التكاليف التقديرية، مثل ما ذكرنا سابقا عند معالجة فروق التحميل، يتم تحميل الأمر الإنتاجي أو الإنتاج تحت التشغيل من حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل إلى حساب مراقبة تكاليف صناعة غير مباشرة مقدرة. طيب، فروق التحميل أخذناها شرحناها نظريا، لكن كقيود محاسبية كيف يتم ذلك؟ مثل ما ذكرنا يتم إكفال التكاليف الصناعية غير المباشرة المقدرة وهي دائنة، يتم إكفالها في التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية التي مدينة، فالمدينة ستصبح دائنة والدائنة ستصبح مدينة عند الإكفال، والفارق سيثبت إما كعجز أو زيادة. إذن في حالة العجز طبعا العجز يعني مدين، إذا هيكون من حساب مراقبة تكاليف مقدرة لأن كانت دائنة تصبح مدينة، والعجز هو الفارق، إلى حساب مراقبة تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية التي كانت مدينة تصبح دائنة. في حالة الزيادة هيكون عندنا العكس، ثم العجز يكفل في حساب الأرباح والخسائر، من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب عجز التحميل. بالنسبة للزيادة، مثل ما ذكرنا هتكون الزيادة
في الجانب المقدر. إذا من حساب مراقبة تكاليف صناعة غير مباشرة مقدرة، فالمبلغ هنا زائد عن الفعلي، فالفعلي هو حيكون الأقل، وبالتالي الفارق معانا في الجانب الدائن زيادة تحميل. زيادة التحميل في الجانب الدائن ستعتبر إيرادا عرضيا، حيكون من حساب زيادة التحميل دائن يرجع مدين، ويظهر حساب آخر هو حساب الأرباح والخسائر في الجانب الدائن. عالجنا المدخلات والمتمثلة في عناصر التكاليف من مواد وأجور وتكاليف أخرى، وحملنا فروقات التحميل أو استبعدنا فروقات التحميل من حساب الإنتاج تحت التشغيل. إذا المدخلات من مواد وأجور وتكاليف أخرى حملناها على الإنتاج تحت التشغيل، وأضفنا إذا كان هناك عجز تحميل أضفنا فروق التحميل، وإذا كان هناك زيادة تحميل استبعدناها. طيب، ما هي القيود المتعلقة بالمخرجات؟ حساب الإنتاج تحت التشغيل، حساب الإنتاج تحت التشغيل سيظهر لدينا في نهاية الفترة أوامر تم الانتهاء منها وأوامر لا زالت تحت التشغيل، وقد ذكرنا أنه من خصائص هذا النظام أن الإنتاج الذي لم يستكمل سيبقى كرصيد للإنتاج تحت التشغيل. فما مصير الإنتاج التام؟ الإنتاج التام في هذه الحالة في نظام الأوامر سيكفل حساب الإنتاج تحت التشغيل بما يخص من الإنتاج التام، سيكفل في الإنتاج التام. إذا الإنتاج تحت التشغيل ما تم إنجازه فيه من أوامر تكفل في الإنتاج التام، وهيكون القيد من حساب مراقبة الإنتاج التام إلى حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل. إذا أكفلنا الإنتاج تحت التشغيل في الإنتاج التام. طيب، الإنتاج التام قد يكون لدينا إنتاج تام رصيد في أول الفترة، ويضاف إليه ما تم إكفاله من الإنتاج تحت التشغيل لهذه الفترة، سيجمعان مع بعض، إذا تم بيعهم بالكامل سيتحول إلى إنتاج تام مباع. إذا تبقى لدينا رصيد سيظل في حساب الإنتاج التام. طيب، ما تم بيعه سيكفل من الإنتاج التام، ما تم بيعه سيكفل في الإنتاج التام المباع كما يلي. إذا من حساب مراقبة الإنتاج التام المباع إلى حساب مراقبة الإنتاج التام. إذا تم إكفال الإنتاج التام في الإنتاج التام المباع، مثل ما تم إكفال الإنتاج تحت التشغيل في الإنتاج التام، سيتم إكفال الإنتاج التام في الإنتاج تحت في الإنتاج التام المباع. ويحمل أيضا الإنتاج التام المباع بمصاريف التسويق من حساب مراقبة الإنتاج التام المباع إلى حساب مراقبة التكاليف التسويقية. يجتمع الآن التكاليف الصناعية والمتمثلة في مراقبة الإنتاج التام مع التكاليف التسويقية، فيشكل لي تكلفة المبيعات. الآن سيتم إكفال الإنتاج التام المباع بعد إضافة مصاريف التسويق في تكلفة المبيعات. إذا من حساب تكلفة المبيعات إلى حساب مراقبة الإنتاج التام المباع. نلاحظ يا شباب، نلاحظ بأن كل حساب أكفل في حساب آخر، فالإنتاج تحت التشغيل أكفلناه في الإنتاج التام، والإنتاج التام أكفلناه في الإنتاج التام المباع، أضفنا إليه المصاريف التسويقية فأكفلناه في تكلفة المبيعات. طيب، الآن تكلفة المبيعات سيتم إكفالها، أين سيتم إكفالها؟ لدينا حساب أرباح وخسائر التكاليف. حساب أرباح خسائر والتكاليف سيتم إكفال تكلفة المبيعات به. تكلفة المبيعات مدينة ستصبح دائنة. إذا من حساب أرباح وخسائر التكاليف إلى حساب تكلفة المبيعات. طيب، الآن سيتم إثبات المبيعات حتى يتم إجراء مقارنة ما بين المبيعات وتكلفتها. عند عملية البيع من حساب النقدية أو البنك أو العملاء إذا تم البيع بالآجل إلى حساب المبيعات، عملية عادية لا توجد أي إشكال فيها. ثم يتم إكفال المبيعات في حساب الأرباح والخسائر لإجراء المقارنة. إحنا ذكرنا أنه من خصائص نظام تكاليف الأوامر أنه يمكن تحديد ربحية وخسائر كل أمر إنتاجي على حدة، وهذه من الخصائص لأن لدينا حسابات خاصة بها، ومن ضمن هذه الحسابات هو حساب أرباح وخسائر التكاليف. إذا من حساب المبيعات إلى حساب أرباح وخسائر تكاليف. إذا لدينا حساب أرباح وخسائر الآن مدين بالتكلفة ودائن بالمبيعات، سيضاف إليها أي تكاليف إدارية مخصصة للأوامر الإنتاجية تحمل على حساب الأرباح والخسائر. إذا من حساب أرباح وخسائر التكاليف إلى حساب التكاليف الإدارية. ثم يتم إكفال أخيرا يتم إكفال حساب الأرباح والخسائر للتكاليف، يتم إكفالها في حساب أرباح وخسائر عام، يعني الحساب العمومي للأرباح والخسائر للشركة. ففي حالة تحقيق الربح
حيكون من حساب أرباح وخسائر تكاليف إلى حساب أرباح وخسائر عام. أما في حالة تحقيق خسارة حيكون من حساب الأرباح والخسائر العام إلى حساب